إذن إخواني سلام الله عليكم، تحية ونتمنى من كل متابعي الكرام كل دعم للمنتخب الوطني المغربي اللي غادي يعرف بعض لحظات مقابلة إخواني حاسمة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الكندي اللي تنتمناو كل دعم وكل دعم للفريق الوطني. كما كنشوفوا اختناق مروري غير مسبوق في الطريق الى الملعب، لان كما شفنا اخواني عبر قناه شوف تيفي ان مجموعه من الدول الرفيقه والصديقه، مجموعه من الجماهير من مجموعه من الدول اللي ساندت وتساند لحد الساعه الفريق الوطني، الفريق العربي الوحيد الذي لا زال اخواني مرفوع الراس بفضل العطاءات ديال الاسود. فكل دعم للاسود، بعد لحظات سوف نحط الرحال في الملعب، ملعب التمامة اللي غيلعبوا فيه اليوم، ملعب التمامة في هذه الأجواء إخواني مباشرة من الدوحة العاصمة القطرية. فكل الدعم قبل ما نبدا، كنتمنى كل واحد انه يقول يا فين غادي تتبع الماتش، يلا الدراري غادي نمشيو ان شاء الله باش انا نسافر معكم من هنا حتى الباب ديال التيران. كل شيء يقول لي غادي تحاول اخي المتتبع، كما كنشوفوا الاعلام الوطنيه ترفرف فوق مجموعه من السيارات القطريه اللي التي تدعم لحد الساعه وتساند الفريق المغربي. الصوره تتكلم بدون تعليق. اذا اخواني الكرام، تحيه اخوكم حميد العقاوي كما نرى مره اخرى، حتى اخواني كما تنشوفوا اخي المتتبع هنا يظهر قميص العالم الوطني، قميص أحمر يدل على المساندة للفريق الوطني. فكل الدعم للفريق الوطني. هلا هاو ار يو. هلا. فكل الدعم للفريق الوطني. كانت من كل واحد يكتب لي اش من مدينة راه. هلا كوابا. This is all this is live in news. انا كان المروكي. هلا كي تال بيان دي سبيك اون انجلش نو سبانيش. هلا اذا هما هنا نرى اخواني مجموعه من السيارات، 100 سياره في طريقها الى واشريف. شكون هو اللي معايا خويا العزيز؟ ما شفتش الاسم ديالك. اذا تحيه كل واحد يقول لي منين كتبغى تتبع ان شاء الله مباراه اليوم. اذا تحيه لكل متتبعي الكرام، ونحن في الطريق. زكريا العفياني تيقول لك كل الدعم اخي حميد، فيما ان الاخ من الدار البيضاء مراد غزاوي من سطات، تحيه للناس ديال سطات علي اي تعتاب، تبارك الله على الناس اللي تعتاب ميت عنا مصحت. لاباس بخير، كلشي بخير. ثنا لنتمنى السكسيدي ربي التوفيق للمنتخب النخيز مو النخ ان تولال غف غرف اندونيث. تحيه من هنا حتى لاي تسحق ان شاء الله، تحيه للناس ديال اي تسحق. كل الدعم كل الدعم كل الدعم. تيقول لك اخويا منصور سي حميد الغزال الصحفي الممتاز الرائع، كنحييوك وكنشكروك من مدينه ازيلال، احترام متبادل. الاخ وتنشوفوا اختي مريم من تقول بالتوفيق من الدار البيضاء، تحيه للناس ديال طنجه. اذا وتستمر التغطيه ونحن في الطريق نحو الملعب اللي غادي يشهد بعض لحظات اخواني. والله العلي العظيم كتكون ارتباك، وخاصه حينما نسمع النشيد الوطني وهتافات الاف المغاربه. فالحسين الغزاوي من اكادير والحسين طاطا من مدينه طاطا. نورا كتقول بانك تتبع المقابله من مدينه مراكش، فيما ان الحسين السبعي تيقول امين يا ربي. خديجه قالت لك الله يفرحها. ياسين تحيه للجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر من المانيا. مولاي قال لك ما تنساش الناس ديال دمنات، الناس ديال دمنات ما يدعنام صحت لاباس، ما لاباس غوري سوق مو لاباس. ابتسام من اسبانيا، اولا كيطال ارمان ابتسام كومو بلاكوساين اسبانيا دوندي، غادي تبعي الماتش لاله ابتسام. ونشوفوا الحاجه محزون سكتي طوان ديال الشيح الريح حتى لك الموس وطيح. يلا نشوف هذه الاجواء العائليه اخواني، في هذه الاجواء الحماسيه غادي نحاولوا نسافروا بكم
من هنا حتى التيران الحسين الغزالي اختار ان يقول احسن صحفي عندي هو اخويا حميد العقاوي. تحية لكل الرفاق بقناة شوف تي في ومبارك سيقول لك كين سكتين جداد سرير الخربات تحيات وما يتعنى تيتين جداد ويتين غير ومن يدغت ينايم الكورة نوسع فيما عبدو بياضي تيقول تحية اخي العزيز من الدار البيضاء حظ موفق تيقولوا ماجي بول حافظة وجميلة قالت لك مربوحة إن شاء الله. علي قال لك وتحية أخي حميد من زاكورة أي زاكورة ما يدعنا بصحة لاباس كل شيء بخير دهنا يلا سيدي غادي نمشيو بمعنويات مرتفعة إن شاء الله اليوم إن شاء الله بغينا أننا نشوفوا أنتم تتبعونا من تما وحنا نتبعكم من هنا ونشوفوا احتفالات متبادلة ونشوفوا الزغاريت هنا وهناك علاش لا. نبيل قالك راك عزيز وغالي خويا حميد معاك خويا خوك نبيل من الدار البيضاء سنة مربوحة مع خويا حميد فيما الله يسهل على وليدات بلادنا اختارتها الأخت نزهة الحافير تحية وتقدير الصحفي القعقاوي راك عزيز قالها عبدو الرجاوي. إذن تحية سعيد السلام عليكم خوتي ديال أكادير محمد وبالله وعلي من سطات ويورو تيقول لك كل دعم تحية لكل متتبعي الكرام وتبارك الله عليكم وتحية إلى كل متتبعي قناة شوف تيفو ونحن على المباشر في طريقنا نحو الملعب اليوم إن شاء الله غادي تكون بالبلاد يال بالصح. إذن هذا واحد تنحاول أنني باش نناقش معكم ونتهاور بواحد طريقة عفوية طريقة ديال ولاد الشعب طريقة الحمد لله الغاية من هذا الشيء كامل أنني بغيت نشوف البارتاج ديالكم. يلا كلشي دعم المنتخب الوطني تحية للزميل سمير وسمير 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 اللي كنتمنى يكون اسم على مسمى في مقالة غريفة تحياتي خويا حميد من سبت أي طرحو ويا يطرحوا وما يدعنا مصطح تلاباس كل شيء بخير وتحية من فرنسا فيما عزيز تيقول لك ومربوحة يا ابا حميد. الله الوطن الملك الله ينصر سيدنا وينصر المغرب إن شاء الله هكذا عبرت حليمة عتيق. كل واحد يقول لي فين غادي تتبع المقابلة يلا الدراري أنا غادي ننقلها لكم عبر المباشر فالله ما يسير. وصلنا للنادي الأهلي الرياضي في شارع المطار العتيق هنا بالعاصمة سيلونسيو. إذا تحية لكل متتبعي الكرام يلا غادي ننقل لكم الماتش إن شاء الله يلا كونوا في الموعد كونوا خويا عفاك عندك داك الصوت كونوا في الموعد وكتا يقول لك خويا عبدو وإن شاء الله راه مربوحة. عزيز قال لك وبالتوفيق يا أبو حميد واش كاين شي مارشي النوار ديال كل شيء كيتبع اي سيدي كل شيء كيتبع. اذا احنا في الطريق خوتي العزاز وبغيت كل واحد انه يقول لي فين كتبع الماتش ومشحال من القهوه دار القهوه يلا نشوف لان اصحاب شي قهوي الله يهديهم قالوا لي شي واحد في طنجه غير ملي نجح المنتخب ناض هو يطلع فوق الكونطوار وقال لهم والقهوه فافور. ايوا تنتمنى من بعض المقاهي الله يهديهم الله يهديهم يعرفوا بان ابناء الشعب أن أبناء الشعب راه الناس وصل فيهم العظم ولكن تم مغربيت كتجري لهم في الدم. وخير مثال هو الحوار اللي جريت مع واحد السيد اللي جا من مدينة مراكش قال لك بعض الموتور أخويا حميد وعرفنا علاقة المراكشي والموتور واحد العلاقة اللي ما يمكنش. كل الدعم هنا كنشوفوا الأعلام الوطنية في السيارات ديال القطريين وسعوديين وهنا كنشوفوا طائرة الهليكوبتر تؤمن الأجواء فوق الملعب فتحية الأسود أسود بمعنى الكلمة وصدق من سماهم بالأسود. يلا 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 أنا ما نقولش ديك لافوكا ولكن غنقول له الله يرضي عليك الركراكي. أنا من السعودية من عندك إن شاء الله والنصر ثم النصر قالت أختي مالكة فيما أن فريدة قالت لك وتبارك الله العقاوي. إذا حتى أنت تبارك الله عليك وخويا الحسن قال لك تحياتي السي حميد الدات سيم من بني ملال المربوحة إن شاء الله واش منقول الماتش في بين سبور ها هو غادي ينقلوا لك خوك العقاوي بلاتي غير نوصل للديران. إذا تحية لكل المتتبعين الكرام ولكن قبل غادي نخلي نسكت واحد شوية ولكن بشرط نخلي لكم باش تبارطاجيو لحظة وسنعود.
ايوا نشوف التعاليق ديالكم تبارك الله عليكم وتحيه للناس ديال الشفشاون. والو واخا قلت لكم نخليكم ونرجع ما قديتش لان الحماس. وتنشوفوا طائرات ومروحيات الهليكوبتر اثنين ثلاثه ديال الهليكوبتر في هذه الاثناء تحوموا في حمله تمشيطيه في الاجواء هنا فوق الملعب ملعب تمامه يا تمامه. يلا يا سيدي تبارك الله عليكم. بغيت كل واحد يكتب ليا فين راك مني كتبع الماتش ديال اليوم ان شاء الله. ايوا يا الهليكوبتر سيدي كينو نتمنى تكوني فال زوين. شكرا للسلطات القطريه والشعب القطري ايوا حتى خوتنا المغاربه على 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 حسن الاخلاق والمعامله ديالهم لان ما طرح حتى شي مشكل حتى شي مشكل رغم توافد عشرات الالاف ديال المغاربه ولكن في واحد الجو عائلي اللي تبتوا للعالم بانهم مغاربه ونص يديروها يقدروا يديروها. اذا نحن على مقربه من التيران اخواني غادي نلقاو عشرات الالاف ديال المواطنين حجوا اليوم لان بلغ الى علمي بان 6 طائرات اللي وصلوا هذا الصباح من الدار البيضاء العزيزه 6 اي ثمان ديست ما الزر سيدي ربي غيفون ما يتعنام صحت لاباس تهنا كلشي بخير لا نتمنى سيدي ربي ادوا التيران وثاني وض ودعواتكم وصلنا بالقرب من الملعب وهذا والمان وعافا مدو الدر ثمان وهذا والمان وعافا مدو الدر ثمان وهذا كيخذي نطيل ومزن يدي في الاخر زغيوخ وهذا شاي تزدر شاي وسي كذا الموسي غلصي. يلا سير على الله سير على الله دراري كل شي بغيتو يشارك دراري كل شي يشارك ما بغيت حتى شي واحد. يلا الله يبلغ المقصود كل واحد يكتب ومربوحة انت جميل خويا حميد حتى انتم اجمل بدونكم لا اساوي حتى حاجة. اذا الجماهير المغربية ها هما وماشي غير المغربية ديال مجموعة ديال الدول المساندة انا نيت غادي ايوا القضية فيها الرجلين غادي نكمل معكم اللايف دراري. واش نكملوا اللايف الدراري يا ثما ديست ما الزور سيدي ربي غيفون ثنا صح لاباس ايوا بلاصي تحيه لولدي اسحاق ديها يا الشعر ريح حتى لتغسالين وطيح. هذا هو التيران ديال الكره اللي اليوم الاسود ستزأر الاسود اليوم الزميل ما تحلش الباب راه قطر هادي حتى تسمع فرنامة الله يهديك. إذا مربوحة سير على الله تحية لكل متتبعي الكرام وتبارك الله عليكم. السعودي المهدي قال لي حتى هو مربوحة إن شاء الله دعواتكم خوتي العزاز. سير على الله حميد غادي يهبط إيوا ونكملوها على رجلينا علاش لا ماشي غير أنا بوحدي حتى أنتم غادي تسافروا معايا. سير على الله يا الله يا أبو إثران خويا شدي عافاك ندير هذا خويا غتحاول تعطينا هاد التيران فين كاين وشحال من تيران هنا غتحاول عافاك تشرح لنا واحد الاضاحات على ما نقاد هذا الشيء وتستمر التغطيه بطريقه عفويه. سير على الله هذا التيران ديال التمامه او الشكل الهندسي اللي تعتبر هو القطيه والقطيه هي داك الطربوش اللي تيديروه فوق راسهم داك هو الشكل الهندسي اللي دايره ديال التيران. هاد القطيه هي داك الشاش اللي تيديروه فوق لا ماشي الشاش كاين واحد طربوش صغير تيتدار عاد تتكون الشاش اللي من فوق. انا ايوا الاخ غادي يحاول يشرح لنا علاش تسماو لا غير على ما نقاد انا ديجا مزلزل طيب نشوفوا علاش تسمى هذا بالقطيه. يلا اخويا العزيز علاش سماوها القطيه وشكون هي الشكل الهندسي ديالو تيتشبه لواحد الطربوش تيتدار في الراس ديالو. هما اخذوا دابا من الثقافه القطريه ديالهم يعني جميع تقريبا التيرانات عندهم كل ملعب عنده ثقافه. دابا هذا سميتو القطيع هذا القطيع هذا تيتشبه بحال الطربوش اللي تيديروه في الراس ديالو.
ايوا نتفضلوا الطوموبيل اخويا العزيز وتبارك الله على المغربي ديال كيدان. حتى هذا واحد المغربي يا سيدي اللي جاي اليوم وجاي تيجري حتى هو باش انه يدعم المنتخب الوطني. يا سيدي حركه اخواني غير عاديه كما كنشوفوا مجموعه ديال المروحيات تحوم فوق الملعب من اجل حمله تمشيطيه حول المحيط من اجل توفير السلم والسلام. فايثما ديست ما الزور سيدي ربي غيفون غادي تستمر التغطيه ونمشيو نشوفوا خوتنا المغاربه راه منوضينها قالوا لي في الباب ديال التيران. إذن إخواني الكرام تبارك الله عليكم وتحية لكم وتستمر التغطية هذه المرة بواحد الطريقة عفوية لأن كاين ارتباك. بغيت نسمع الكلاكسونات في كل أنحاء المغرب، بغيت نسمع التهنية وبغيت نشوف الأعلام الوطنية. إحساس جميل وغريب والله العلي العظيم حيت تشوف الأعلام الوطنية تورفري في كل شيء. جابوا حتى كاسكروطات وبرميغوس كاين والقطبان. أسيدي خصنا غير الانتصار، كل شيء كاين خصنا غير الانتصار. العالم الوطني يا سيدي كاين رافين محطوط، اذا الكل هالبوليسي جاي. اذا هنا نرى اخواني احدى الشخصيات ورجلي خلي قيويت زليف يا اللي قيويت زليف يا غور خندم غار كورزو وبغيت الكلاكسونات والدراري وبغيت نسمع طيط طيط، بغيت نشوف الاعلام الوطنيه والفريف. هذا هو الملعب. هذا هو الملعب. هذا 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 هو الملعب. يلا كل شيء شارك الدراري. ايوا يلا وريونا تا مغربيت. هذا هو الملعب براسو يا سيدي. فين دابا نضرو من ليه؟ الاعلام الوطنيه يا سيدي راها شوف الحمد لله. يلا غادي نقرب وتشوف راه نايضه. قالوا لي بان المنتخب جايين مجموعه المغاربه بالمئات العشرات الالاف باش يدعموا. يلا سير على الله سير على الله شيز اللي عاود في السلحه. يلا غير نشوف لي جيم ونشوف البارطاج ونشوفكم في التعاليق عاوتاني ونديروا شي اهداء ديال ايناس ايناس. نطلعوا مع داك الدروج. القضيه فيها الدروج. غادي تسافروا معنا نتوما وغادي ندخلوا جميع حتى يوقف لي السكيورتي يقول لك ها انت سيدي الاعلام الوطنيه ها انت سيدي. ايوا الهليكوبترات كنشوفوا المروحيه الاولى المروحيه الثانيه حمله تمشيطيه. شي ديديكاس ديديكاس لخالد المرياني المرياني. شوف فين ما عرفتش اللي بغيتي غيمشي لي غيمشي الويفي في السنسور. ايوا الهليكوبترات ثلاثه هليكوبترات سير على الله اللهم يسر. يلا دخلوا معنا الدراري سير على الله. يلا ما تزابيوش حتى وقفنا البوليسي حتى يقول لك وقف التسجيل ونقول له حاول علينا راه اليوم العيد. ها هو جاي ها هو جاي حاول علينا يا الشافع عساس بوليس. السلام عليكم. أنا في عار الله عساس بوليس أنا في عار الله. تبارك الله عليكم توفيق. أييه صورني ونصورك سلام الحاجة. الله يحفظك. شكرا اختي العزيزة انتم الله يوفقكم الله يوفقكم. لالا شكرا خويا العزيز الله يعطيك الصحة شكرا. ها واحد البوليسي عاوتاني والقضية مأمنة. زيد زيد دخلوا معايا للتيران زيد اليوم غادخلوا معايا للتيران اليوم غادخلوا معايا للتيران. واليوم غادخلوا معايا للتيران حتى يديوا لي البوليس التليفون غنبقى غادي معاكم حتى
تيقول لك البوليسي أرضك التليفون. يا سيدي ولد إسحاق عاوتاني. ديما مغرب إن شاء الله مربوحة اليوم. الله يحفظك. نايضة 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 اللي هي في الباب. واو واو واو. اليوم غنلعبوا في الرباط ماشي في الدوحة. اليوم. والله إلا اليوم غادي نلعبوا في الرباط ما غاديش نلعبوا في الدوحة. احتلال جماهيري. واو 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 نايضة. ونايضة. ومنين ندوز يا مادموزيل؟ منين ندوز؟ من هنا اكشن. زيد زيد. اوه تروي هاو. اذا اخواني الكرام حنا غاديين اليوم حتى وقفنا. This way. زيد سوالتي سوالتي فامونو فامونو. نعاونهم. مترو سيت يلا قلبتي غتلبس عليك كلها. بامو 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 مربوحه ان شاء الله. سيت انا عاودتو يلا اليوم النشاط غنبداو من دابا. قال السماء كئيبة فتجهم. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. اخويا العزيز تبارك الله على الزين ملي تلاقينا غادي نربحوا الله اعلم. راك تاع المباشر باش بالك باش بالك ان شاء الله غنربحوا. ما فيها ان شاء الله. اه والله شوف لا نزيرو شويه فهمتني ولا خلاص هذيك ما فيهاش. لاش جاي حنا لاش جاي حنا. عقلوا على الصوت هذا دابا وعقلوا على الصوت ديالو حيت ان شاء الله من بعد ان شاء الله. لا اكيد لا انت غيبقى في الصوت غيتبدل غيخصني من وراه غيخصني من وراه العسل والماء وجدوا لهذا العسل والماء. جبد لي الميكرو انت جبد لي الميكرو انت جبد لي الميكرو. سلام عليكم. الله يسلم خويا الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك. شكرا راك على المباشر خويا نوف. شوف لي شنو بغيت تقول خوتك المغاربه اللي كلهم ساكن راه شي كاشات في القهوه من 3 الصباح شي من 7 شنو بغيت تقول صحاب القهوه اللي دايرين الفار ديال القهوه. على حسب المنتخب كلشي يستاهل 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 كلشي يستاهل كلشي يستاهل ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. نعم ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. نتمنى الله التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي ان شاء الله وكل شيء يكون بخير ان شاء الله وندوزوا ان شاء الله للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا تبارك الله. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا تبارك الله عليك. تحيه ليك سعيد ميرسي. خمسه د الهليكوبترات خمسه د الهليكوبترات. زيد 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 وعساس بوليس انا في عار الله. وتحيه للامن تبارك الله عليكم. تحيه لكم والله الا برافو. تحيه لكم برافو عليكم. مربوحه مربوحه ياك هكاك. حتى البوليسي قال مربوحه. حتى البوليسي راه قال مربوحه. واش مربوحه اختي مربوحه شي اوكي مربوحه مربوحه مربوحه. السلام عليكم خويا العزيز. مربوحه ان شاء الله مربوحه. كلشي تيقول مربوحه يلاه الدراري الاسود وراه كلشي تيقول لكم مربوحه. ايوا بقات غير ها تاريخ ان شاء الله. شكرا. اش درتي انت جريتي لنا هذا الشيء الدراري؟ مازال هذا الشيء غادي بلبلا في الباب بلبلا في الباب. السلام عليكم. واه واه ياي ثما هو مور ضحف اي وير مي طفلو واش ضربتو لي من الدكان هي ويا مي ويه بيخذا زايا يا فتي دران ورتا سوس دونيث. سير على الله. فال زوين اليوم فال زوين الدراري. الا وقفوا الكومونتير نوقفوا اللايف. مازال تابعني الغوات في التيران وما بغيتش نوقف حتى ندخلكم وسط التيران. ما بغيتش نوقف اللايف ما بغيتش نوقف اللايف حتى للتيران. شوف هذا فين جاي انت اخويا التيران راه عليا اخويا. هو اللي مزيان هو ان والله العلي العظيم خوتي ابان الشعب المغربي على الحنكه ديالو الثبات ديالو والمسؤوليه ديالو في ارض الغربه. شكرا والف شكر للجاليه المغربيه اللي توافدت
وشكرا لهذاك اللي قال لي داك المراكشي اللي قال لي خويا حميد بعث الموتور باش نجي. ايه باه الموتور باش يجي. والسلام عليكم. وعليكم السلام خويا. مرحبا. خلعتيني ولا خلعتيني؟ شكون اللي تخلع؟ لا انت اللي خلعتيني. لا حقيقة الله الا انت اللي خلعتيني. احنا بجوج كنخلعو. بجوج. احنا بجوج كنخلعو. غنخلعوهم في التيران. نخلعوهم ان شاء الله. مربوحة ان شاء الله. ان شاء الله مربوحة. منين جيتي؟ جوج ولا ثلاثة. لا انا مقيم هنا في قطر. مقيم قول لي انا مقيم. ايوا مقيم عشيري. هاي 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 هاي. كيفاش جيتوا لهنا ومشى نصف الحبس؟ شتي جيتوا لهنا ومشى نصف زاكورة الحبس؟ وي واش غندير؟ صبر اش غندير؟ صافا بخير. صافا الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يحفظكم ما يجعلنا بصح. لا بس ان شاء الله الى سان ديديكاسي هاد زاكورة شحالو والو شحالو ماشي ولد زاكورة هذا سيكبر هذا كذاب لا 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 شحالو ما يجعنيش شوف راه انا بعدا شخصيا ولد زاكورة ولكن ما كبرتش فيها ما كنعرفش لا اما هو ما عرفتش علاش علاش هو حنا شحالو ما كنعرفش الى سيناس ياي ما يليق ما يليق داس غي الزمان هذا سي غي الزمان علاش غنتصور علاش غنتصور معاك على قبل البلان ديال رايان وداك الشيء الله يحفظك التليفون زميل عندك يديه لك بزاف ويلي وانا شوف انا اهم حاجه والله التليفون حطه وسير والله ما يمشي لك حطيته والله ما داو انت طمت نحطه في الجيب كان العيبه ما كاينش دوك ضربت الجيب هكا والو انا اصلا انا التليفون عندي سيكيريز ولكن واخا نحطه ما كاينش لي يدي تبارك الله على السن ديالي الله يحفظك صحيح الناس تقول وريهم وريهم ليه وريهم ليه يلا دراري وين بلبلة بلبلة اليوم اليوم بلبلة والهليكوبترات غاتهضر رايا لا راه في السماء ها لا برافو 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 امن وامان سير على الله سير على الله عرفتي فين بلبلة مع الدورة لهيه لا لا قلتها للدراري حتى يوقفني البوليسي شوف دراري دراري ما يوقفش الله يبعث يعيط لي البوليسي التليفون سير على الله ولاه ادعيو معنا شوف الا سلت البوليسي مربوحه الا دا التليفون بيني وبينكم مشى انت نسوان كسا الزرع انا خلا الزرع اه البوليس ما لا لا والو غادي ان شاء الله بالدعوات ديالكم ما كاين لا بوليسي غادي نسلتلو يا 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله هاك خويا العزيز عاودنا على الاجواء نرتاح شوي قلت لك اليوم غادي اليوم غادي نلعبوا في ملعب الرباط بقاش لعب التمامه الدوحه عندنا كاين جماهير متوافده من بقاع العالم خلاص سير هكا هكا ان شاء الله اليوم مربوحه وغادي نديروا احتفالات في انحاء المغرب وفي انحاء الدوحه ان شاء الله نزال امني كثيف في الملعب يلا اخواني سير على الله الناس ها هي شحال بقى الماتش شحال بقى الماتش دري شحال بقى الماتش ساعه ساعه نمشيو عند هذا ديال الرايه هنا عجبتني داك الدرابو هنا نبوسو نبوسو عجبني داك الدرابو عرفتي كي درتي ولا شكون قال لك داك الدرابو نسيبه نسيبه شي رساله لنسيبه ملي قادت لك داك الدرابو سيري 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 لا لا يجوجو على بنتك قول امين اللهم امين هو صافي قالها الحاجه رايه فين قالها وعرفتي كي درتي لها لا ولا الحاجه عجبني هذاك الدرابو اللي درتي له هنا وحق الله وقالها قال لك نسيبتي هي اللي دارتها يستاهل ايوا نتمناو حتى هو يكون راجل ومسؤول وعطيتيه كبدتك تبارك الله عليه الله يوفقه الله يوفقه الله يسهل عليه غزال تبارك الله تتمنى اي ام لبنتها الله يسهل عليه الله يسهل عليه الله ينوره الله يوفقه الله يرحم ليه مويته اللي جابها ان شاء الله باش تشوفي اي ان شاء الله ان شاء الله الا نجحوا غنضربيها باش تزغريتها ما سنعرفش ولكن غنفرح من قلبي نحاول واخا ديك لا 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 نحاول ان شاء الله باذن الله نحاول الله يوفقهم نتمنى لهم التوفيق ربي يخليهم منين منين في المغرب من القنيطره شي سلام الناس من القنيطره تنسلم على الجميع تنسلم على وليداتي وكنسلم على كل امي وبا وكل شيء كل شيء يلا الناس من القنيطره بارطاجيو حتى توصل لامها طول عمرها تنسلم عليهم جميع
تتوصل. ربي يخليك لي طول عمرك. خويا العزيز اجي هنا اجي هنا اجي هنا راه اليوم صافي اليوم قلت لك ماشي بحال ديما. اكيد اليوم ماشي بحال ديما. اليوم ماشي بحال ديما. نجمع عندك هادي عندك ديال جدي. هادي باش نزمروا على الخصم اللي يكون شاف. دير دير شوف. زوينة هادي. طيب. ما عرفتلاش انا. يا سعودي عاوتاني بالاحضان يا بالأحضان حبيبي بالاحضان يا حبيبي بالاحضان الله يوفقكم ان شاء الله. شوف شوف والله اتمنى شوف شوف اتمنى شوف الفوز للمنتخب المغربي والله العظيم من اعماق قلبي وان شاء الله انهم يبيضونه اليوم ان شاء الله. انت باخر منتخب عربي ان شاء الله ان شاء الله الصداره للمغرب ان شاء الله. نقول يا رب ادعوا كثروا الدعاء بالمغرب ان شاء الله. ادعوا كلكم ادعوا الله يتكلم معهم ادعوا كلكم. انت انت الصحفي يا حبيبي. اهلا وسهلا بكم. الاجواء 100% ان شاء الله والجمهور المغربي ان شاء الله الليله ما يطلع خايب ان شاء الله باذن الله ان الفوز مغربيه باذن الله. انت الان صحفي اعلامي قدم لهم الاجواء كيف هي لا 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 الاجواء عندكم 100% اهلا وسهلا حياك الله. عطنا كلمه للمنتخب المغربي. اكيد هذا شرف لنا باش يكون المنتخب المغربي يكون اخر ان شاء الله فرصه للعرب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله التعويض للفرق يا رب السعوديه والتونس يا رب الله يسمع منك ان شاء الله يا حبيبي. اش من مدينه؟ سفيان من مراكش. مراكش مراكش واحد الدري من مراكش قال لي واحد الهضره وعزات عليا بزاف قال لي حميد جيت عرفتي باش جيت قال لي بعت الموطور عرفتي علاقه المراكشي مع الموطور خاصك تعرف اش من نوع تاع الموطور الموطور حيت كاين واحد النوع ديال واحد سميتها كاين واحد النوع تاع الموطور تيكبر معاك في الدار تيتورد هذاك الا بعتيه راه مشكل باش المراكش يبيع الموطور يبيع الموطور راه حاجه صعيبه يعني راه باش تعرف راه خلى اعز حاجه عنده باش يجي يتفرج المغرب وان شاء الله المغرب راه ما خيبناش والقضيه راك تشوف مزيان راك بحال قاعد في مراكش ولا في كازا ما كاينش فيها تقول شوش ضاربين قاعد الكيلومترات وهذا الشيء هذا باش تفرج في المغرب كاننا في المغرب هذا الشيء اللي كاين نزلت في الشعب المغربي اللي بين على اللباقه ديالو والانضباط الحمد لله هذا الشيء ماشي غريب على الجمهور المغربي راه هذا الشيء راه استضفنا يعني تطورات كثيره وبين الشعب بين العالم بانه المغاربه راه ديما اكفاء الحمد لله وديما الصوره تتبقى نقيه وديما انت تشوف ما كاين لا شغب لا والو الناس عندهم التيكيتات اللي ما عندوش التيكيتات يتسنى ويكتب الدخول وكل شيء غادي زوين ان شاء الله ونتمناو يدوز المغرب للدور الثاني ان شاء الله وانت ما فهمتي والو والله انت عايش في الميكرو ما فهمتي والو انت قول غير ديما الحمد لله وصافي والله الحمد لله ان شاء الله مغربيه اليوم ان شاء الله باذن الله وحنا جايينكم من حايل من شمال حنا جايينكم من شمال حايل من شمال السعوديه بحايل وان شاء الله ان شاء الله التوفيق كله للشعب المغربي باذن الله وشكرا لكم على حسن الضيافه وعسى الله يوفق المغرب ان شاء الله نقول للعالم بان اثبتتم بان انتم والشعب المغربي اخوه والله اخوه حنا من زمان رغم انهزام المنتخب السعودي بادر السعوديين الى تشجيع يا حبيبي والله أنا جاي من السعودية عشان مساندة للشعب المغربي، قلت مستحيل أطلع من قطر بدون لا أساند الشعب المغربي، وبإذن الله اليوم مغربية، إن شاء الله. أخويا أنا حأهدي لك أغنية مغربية وأنت حتهدي لي أغنية سعودية. أغنية سعودية والله أنا ما أدري. يقول لك أغنية سعودية والله انا صعب كل ما كفيت ناداني تعال كل ما كفيت ناداني تعال الله الله يلا قول والله ماني حافظه كامل اقول لك ايناس ايناس يا يا ويونو يونو والله نحبكم بزاف والله والله العظيم حبيبي وعدنا ان شاء الله الموت تعال انت من اين والله والله انا حلفت لا يا حبيبي من اين حياك الله من اين انا من المملكه العربيه السعوديه من السعودية؟ اي نعم والله نحييكم الله يجزاه خير يا حبيبي رسالتك للمنتخب المغربي المنتخب المغربي باذن الله باذن الله يأهلنا احنا العرب ككل للدور 16 باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تأهل يا كريم ان شاء الله شنو بغيت تقول الإخوة السعودية من هنا لأن الأخ سوف أرسل له الرابط ها وهذا فيديو اللي غيشوفه الإخوان وعائلة أقول الأخوة السعودية لا أخوة السعودية طبعا هارد لك إن شاء الله و 26 بإذن الله بيض الوجه احنا منتخبات عربيه جميعا باذن الله باذن الله باذن الله
هو فشل، هو نجح في الكل وفشل في الأغنية. لا أنا ما أعرف أغني. نشاز نشاز. والله الميكرو ما شد الميكرو. ها؟ لا 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 والله لا والله لا والله لا والله اسمح لي اسمح لي. قولها. ها؟ قولها. اسمح لي اسمح لي والله. عشان نربح. ما أقدر. لا. أغني داخل أغني داخل. داخل. أغني داخل. تغني داخل. ما عليك. تحية احترام متبادل. شكرا شكرا لكم. شكرا يا اخوي اخي الحقيق. اذا اخوتي الاعزاء غادي نمشيو نطلعوا لفوق نطلعوا لفوق نطلعوا لفوق نطلعوا لفوق. سلام الحاج لاباس خويا العزيز بخير؟ سلام لاباس بخير. ومنو ريخ شل كلمين المنتخب المغربي يمد نودر بالا استمازيغ استمازيغ بداتي سيغ تمازيغ قبالة مشتي وسمازيغ كنعرف اش كتقول. ايوا ولكن مشتي وسمازيغ كنلقى شوية صعوبة يدي سيغ قوي سيغ قوي بداك. ايوا بعدا مرحبا بنا كاملين هنا في قطر. الله يحفظك. المهم كنشكروا بعدا الشعب القطري على حسن الاستقبال والضيافة بصراحة. واليوم في هذه المقابلة ديال المغرب مع كندا جميع الدول العربية حاضرة هنا من أجل تشجيع المنتخب المغربي. وكنشكروا الموقع ديال شوف تيفي اللي تحمل العناء ديال السفر وبطبيعة الحال واجب وطني من أجل أنه ينقل المقابلات ديال المغرب مع باقي الدول. واليوم إن شاء الله غادي يكون النصر حليف ديال المغرب إن شاء الله، لأن بصراحة ما خصناش نتغروا. عندنا فريق ممتاز فريق رائع، ولكن خصنا نردوا البال. كيخص الناخب الوطني السير كراكي يدخل فكرة ديال الانتصار. نعم. أنا ما نعرفوش شنو غادي يوقع في المقابلة ديال بلجيكا مع كرواتيا، ولكن كاين أمل كبير وبغينا إن شاء الله نمشيو بعيد في المقابلة الجاية إن شاء الله. لما لا نوصلوا لنصف النهاية؟ وعلاش لي ما تكونش مفاجأة؟ يا يا نيشان تسجي ليفا وهذا المور كاع وزعما الله يحفظك. الله يحفظك يا سي عقل. إذا هو باللباس المغربي الأصيل الأخ. تحية للناس ديال الجماعة ديال أيتم ويدمان من المركز ديالها سوق القروب ودربالة والإقليم الحاجب والمغرب كامل. أرض الفلاحة أرض ديال الفلاحة بطبيعة الحال والخيرة وديال البصل والبطاطيس. وراه سبق السي عقاوي ياك سي اي العقاوي السي العقاوي باش زرنا بودربالة. وان شاء الله نتمناو ان النصر يكون حليف ديالنا ان شاء الله. لانه راه باقي من 98 اعتقد من 98 من 86 اللي وصلنا حتى النهايه. نتمناو ان شاء الله ان نحققوا ان شاء الله انتصار باش نمشيو ابعد في هذه البطوله ان شاء الله العالم. شكرا الحاج الله يحفظك. شكرا خويا العزيز احتراماتي خويا بسلامة. انا خويا نو شدو خويا. السلام عليكم امازيغن كاملين ماني قلاني سيدي حوسا عبد الخنيف راتي غسالين. مرحبا يسون مرحبا يسون غير حميد العقاوي. الاجواء المباراه تهضري اختي هاكي باش ما نهضرش باش ما نهضرش. سولني سولني راه هضر لي الافكار سولني دير هضري بلا ما يسولك. الاجواء الحمد لله ممتازه وقطر يعني حضرت كلش على احسن مستوى. وكنتمناو ان المغرب يتاهل اليوم. يا رب يا رب دعويكم معنا مربوحه ان شاء الله مربوحه. شكرا. إذا إخواني كما كنشوفوا السعداء جاوا باللباس ديالهم، ماشي جاوا تمخفيين، جاوا باللباس ديالهم بكل فخر أنهم باش يدعموا المنتخب الوطني. واحد الدري تيشوف فيا غادي نباغته ونمشي بالميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتصورني وتنصور ضروري. يلا صورني ونصور. مرحبا. شنو بان لك هنا؟ خويا إن شاء الله نتمناو الربح إن شاء الله. وكان هذه السلم ديالي للناس ديال مرير سيدي حياتي غسالين القباب كاملة كاع اللي عنده في. اللي عنده كامله في مرحبا به. اجي نقولها ويا الحاج باي مزال ويا زلوفي غسالين ويا العالا سيدي عدي واوا ولو في خمازيه ربيبيو ربيبيو. لا حفظك الله. سي مزيغ الناس ديال سيدي حياتي ايتما ايتما سيدي حياتي سعد كلشي داغي فون تسلامخ زيوم مزيان الله خثار دا كنت مثال خذاتين ها هي قطر ان شاء الله اندو غردات ان شاء الله ما خلو نطوض ان شاء الله نصف النهائي ان شاء الله. وشكرا حميد مرحبا يا سي قطر. شكرا خويا العزيز. شوف واحد اللبسه راه غريبه استاذي. سلامه. اجي مرحبا شفتي بها
جيتو بابا سلام عليكم صافي بغيتي معاك شي حاجه وراه كيتقول انا زيد دابا انت هضر ما عنديش سلام مزوك يبغى يقول لكم النصر منتخب صافي بابا شوفوا الولي العاد تفضل اقل حاجه 4-0 سالينا 4 صافي سالينا ما كاينش كي جاك هنايا الاجواء لا الصراحه ما خلينا حتى شي بوان في خضرهم كريتيكيوهم صراحه كان لك شي فوق التوقعات كما قالوا بين وعد وفينا راه الصراحه ما عمرو ما يدوز في التاريخ ما عمرش يدوز تحاول توصل لهاد الشيء في القطر صراحه بزاف كاع ما كاين حتى شي حتى شي حتى شي حتى شي حتى شي تغرى ما خلا والو مغاربه واحد المره في واحد لاكو يلاه بغاو يدابزو ما جدوش نقول لك جاوب زربه ما كاينش زربه يجي ما كاينش طيب جوج حوايج اللي تيجيو بالزربه لا بيلانس والبوليس اكزاكتيمون داكشي اللي كاين عندنا في المغرب هادو جوج اللي تيتعطوا داكشي اللي كاين الله يرحمهم نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتى حنا نشوف واحد النهار بلادنا بحال هكا ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للمقابله ديالهم توقعات زعما نعم ان شاء الله المغرب دايز ان شاء الله بشحال اون تيت دو جروب بشحال ثلاثة 1-0 حيت الماتش اللي فات كانت قالت لي المغرب يربح 2-0 وقلت لها لا قلت لها بزاف قلت لها بغينا حنا نتعادل مع بلجيكا وجابتها راسقة شحال اختي العزة عافاك قولي لها انت غير بشحال هي ديما كتبت ما تجيبهاش تقول ها هي اللي بشحال ان شاء الله 1-0 ان شاء الله برومي طول ولا الدوزيام تو المهم يوم جينيرال 1-0 ان شاء الله ربحي ان شاء الله الله يوفقكم وفقكم مع السي الحاج شكرا خوتي راكم يعاون ربي الحاج راك يحفظ ربي اذا خوتي غادي نمشيو نطلعوا الفوق وغادي مزيان ماشي مزيان ان شاء الله يا رب السلام عليكم السلام بخير الحمد لله لاباس عليك تيك شبيله ماشي مغربي فلسطين سلام من فلسطين الحمد لله كلمة في حق المنتخب المغربي والحب ديال فلسطين المتبادل ما بين الشعب المغربي والفلسطيني والله بصراحة احنا مش بنحب بس المغربي اي شعب او اي منتخب عربي احنا مؤيدين له بالروح وبالدم كان المغرب كان تونس كانت قطر كانت السعودية كل من شارك في المونديال احنا معاهم قلبا وقالبا داعمين لكل المنتخبات العربية وإن شاء الله اليوم المغرب بحقق الانتصار وبيض وجهنا إن شاء الله يا رب نلتقي بعد المقابلة أكيد إن شاء الله فرحة بعد الماتش إن شاء الله أنا زيد ملحم فلسطين الأردن مقيم في قطر الحمد لله التجهيز كان جدا فوق المتوقع شيء يعني يشكروا عليه تنظيم قطر أمانت للعالم أن هناك دول عربية نعم صحيح يقول مثلا اتفق العرب أن لا يتفقوا وقطر هي أثبتت العكس بأن اتفق العرب هنا كجالية كجمهور اتفقنا وكاننا تنظيم إخوة تنظيم رائع تنظيم أكثر من رائع شكرا وإن شاء الله المغرب اليوم فايزين وراح يرفع رأس العرب يا الله إن شاء الله فايزين العرب الوحيد هم يمثلوا كامل العرب وبالتوفيق ان شاء الله إلنا مش للمغرب إلنا المغرب يمثلنا احنا والله بالتوفيق ان شاء الله اخواتي الله يحفظك بالتوفيق ان شاء الله شكرا غادي نستمروا واخا خويا العزيز برافو عليك غادي نمشيو غادي نمشيو شفتوا واحد لابسين واحد اللبسه السلام عليكم وعليكم السلام كي دايرين لاباس عليكم لاباس اخويا الحمد لله كلشي بخير تهنا ما يداش قال الحال ايوا اللي زري الماتش ديك شويه الخدعه ولكن السماء يجرون داك الماتش ما غيجرون واسي ورتبيت صافي ان شاء الله اسمنش عزيز ايتبيه من نسا مش ميدالت اي هاي غاز ايتبيه النساء ولكن ولات سواس استشلحيت غاز شوي غاز شوي ايوا صدق ايناس ايناس مريخ هذا سيدي خي الزمان تصور السمازيغ ولدي تتعايا برج ارياز غس جيبي خوا هذا سنين يلا ناس ناس يا 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 وينو يا 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 مريخ 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 هذا سيدي خي الزمان الدوني دول اللي دول هذي والطيد اللي موت وبيبي وبيبي ويونو يونو مايليخ مايليخ هذا سيخي زمان إذا نتفائلوا إن شاء الله نتفائلوا إن شاء الله والانتصار جاي جاي لا إن شاء الله بحول الله قبل الميكرو كلمة للمنتخب المغربي ما هي نصيحتك الأخر لا لا أنا يعني بالنسبة فيما يخص المنتخب المغربي الشباب
عندهم عزيمه انهم يفوزوا، والشباب يعني انكادرين واحد المدرب اللي بين الحنكه ديالو، المدرب ديال المنتخب يعني عارف شنو باغي، عارف كما كيقولوا من اين تؤكل الكتف. فلذلك هو عمل خطه ديالو ونجح لغايه الحين نجح فيها. فان شاء الله بحول الله اليوم ما يخرجش على الخطه ديالو، وان شاء الله بحول الله التاهل. حنا يعني انا سالوني قالوا لي المغرب اش كتصور، انا في الاول قلت لهم نصف نهائي، يعني بدون هذا ما بدون ما اشوف حتى المباراه الاولى ولا الثانيه. شفنا المباراه الاولى وشفنا المباراه الثانيه، ان شاء الله بحول الله عندنا طموح كبير ان المنتخب المغربي لاول مره يروح بعيد، لان الشباب يعني الا جينا نشوفوا فين كيلعبوا، يعني ضد من كيلعبوا؟ كيلعبوا مع ميسي، باريس سان جيرمان، عندنا حكيمي باريس سان جيرمان، كيلعبوا في المزواري في البايرن ميونخ، وما ادراك ما البايرن ميونخ، فهما كيلعبوا في فرق كبار 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 كبار، وما شاء الله عندهم رزانه، وان شاء الله بحول الله يروحوا بعيد بعيد. ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. هما ما يكون على النهائي، علاش؟ وليش لا؟ وليش لا؟ النهائي وليش لا؟ لماذا قال نصف النهائي؟ نصف النهائي لانه هو يعني على الاقل يعني طموحه وصل لنصف النهائي، انا لا طموح على النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. والله يعني اللي خلى السعوديه تغلب الارجنتين وبلجيكا اكلوها مثل البان مثل العلوب، شنو يعني شنو مين الكبير؟ والله والله فرنسا امبارح تونس اعطتها. هي عقليه، شوف هي عقليه، اما وسط الميدان كم لاعب؟ 11 ضد 11 يعني، والانسان غير يرزل نفسه ممكن يروح بعيد، يعني حتى الخطه تبع المدرب محترم الخصم تبعه ومحترم نفسه. صحيح. في نفس الوقت في كثير من الناس لما شافوا المباراه الاولى ضد كرواتيا، واحنا منهم لما كنا في الملعب وكنا بنشوف وقلنا قلنا انه 100% كان ما كان احسن ما كان، وكان المنتخب ممكن يفوز، لكن لا هاك خويا شدو مش شدو تاونس. نعم مش معنى انه يعني كل واحد كان غلطان، لكن الخطه وطريقه اللعب هي اللي خلتنا نتعادل. صحيح. وضد بلجيكا الخطه وطريقه اللعب واحترام الخصم هي اللي خلتنا نفوز. امريكا او ثاني نجي القوله ديالك انه احترم الخصم، الارجنتين اللي خسرها ما احترمت الخصم اكيد، وباريس هذه فرنسا ما احترمت الخصم، قالت لك خارجين. لا ما خصوش تسمع، ما تسمعش تزيد. نعم إيه. يعني قصدي احترام الخصم، الجزائر الارجنتين خسرت من السعوديه لان ما احترمتهم، قالت لك هذول اعراب ما يلعبوا ما يعرفوا ماذا، نزلت معهم بالسهل وصادهم المدرب. عندك هنا ثلاث عناصر للنجاح حبيبي، اول شيء الاراده والعزيمه والتيم الواحد وخطه مدرب بس. جرينتا هي اهم حاجه. المريسي نعم حضرتك حميد المريسي من المغرب؟ لا انا فلسطيني. نعم. لكن عشت في المغرب، كنت ايام وين؟ اي ايام التيمومي وخالد ايام المنتخبات اي والبياس ايام ال 85 و80 ايام بنروح للملعب. شكرا خويا العزيز، بارك الله فيك. ايام كنت كنشجع النهضه البركانيه وما كانوا والو مساكين، لكن الحين النهضه البركانيه انا فوق صح؟ لا تغيرت. كنت خدام انا مدرس هناك في زاويه الليمون في بركان. كنت خدام؟ وخدام وقريت في فاس، انا خريج فاس. قريت 8 سنين قريت في فاس، قريت في الرباط. الان وين؟ انا في قطر خبير التعليم في الاكاديميه الرياضيه. علي انك تقوم بتحليل بسيط مع الان. شكرا، حياكم الله. جايين من المغرب انتم؟ مرحبا بكم، حياك الله. والله المغرب يشرفوا الان، يشرفون هم اللي بقوا، يعني مسكينهم بالعرض. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى. شكرا. اذا اخي المتتبع ما زال تنظر هنايا في التران ديال الكره. شكرا للزميل، الف شكر. يا بلاتي غادي يشدوني انا البوليس. وقلت للدراري شاف هي حط امزوا قصدي بوشونات. إذا إخواني غادي نحاول ندخل نشوف واش البوليسي غادي يخلينا ولا لا. سير على الله، اللهم يسير. يا قلت لكم تيوقفني البوليسي، مشاو. سير على الله. أصلاً ملاه
نمشيو. سلام خويا قول لي سلام صافا شفتي لي واحد الصديق قول لي شكون هو هذا براسو تقولهاش حميد هو هذا يدلوش عليك بخير خليه غير صافا بخير هذه ما عقلتش شكون وين جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك يا والله الا كلشي بخير. ديتي الورقة ديالك جاي تدخل. ولا والو ما كاينش الوراق كاع مفقودين الوراق ما لقينا الوراق والو والله ما كاين حتى السيت كتدخل ليه 60 مرة كتبغي تدخل وتعاود ترجع ما كتلقى لا وراق لا حتى حاجة ما تتلقاها. واو دابا كاين مواطنين هنا اللي ما عندهمش الوراق. والله شوف شحال ديال العدد تاع الناس كلهم هاد الناس كاملين ما عندهم حتى ورقة راه كلشي ناس. بغاو يدخلوا ولكن بغاو يدخلوا ولكن ما كاينش. واخا تبغي تشري والو. واخا تبغي تشري حيت كلشي من السيت والسيت عليه 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 اكتضاض عليه الضغط. منين جيتي انت؟ انا من كازا. انا مقيم هنايا ماشي شارع. وتقدر دابا ما تدخلش. واحنا في يد الله احنا نشوفوا دابا نشوفوا. تنتمناو مسؤولين حتى الا كانوا معنا على متواصلين معنا على المباشر ان ربما كاينه مجموعة ديال المغاربة كما قال هذا الأخ اللي جايين باش أنهم يساندوا الفريق الوطني للأسف الشديد كاين مشكل في السيت اللي للأسف الشديد عيب أنني نسمع ولد بلادي راه تيشجع الأسود من مور الصور في حين أن الناس اللي جاوا بعاد تنتمناو يتحل هذا المشكل تنتمناو وكنتمناو الفوز إن شاء الله للمغرب ويتأهل إن شاء الله وماشي مشكل إن شاء الله إن شاء الله خويا إن شاء الله نتمناو أن تكون شي تدخلات وتدخلوا حتى أنتم تشوفوا الله علاش لا الله خصكم تدخلوا ميرسي خويا العزيز إيوا غادي نحاول ندير التليفون هكذا ونحاول أنني ندير له هكذا وندخل لأن هنايا بغيت أنني باش نوريكم كل شيء بالمباشر شكرا تيكت تيكت أيوة كي هنا أوكي أوه على غرضة الوالدين قالك تيكت وما عرفاش قلت له هو ما فهمنيش أنا ما فهمتوش هو خلانا ندخلو اخوان بغيت كلشي بارطاجي لان دوزنا واحد الاجواء في هذا اللايف والله اجواء عائليه بغيت كلشي بارطاجي يلا اخوان يكون فال زوين كلشي انه يبارطاجي يلا وبالتوفيق وكل واحد يقول لي منين كتبع هذه المقابله اسم اسم واحد البوليسي اخو ما عرفاش ندوز غادي ندوز غادي ندوز بغيت نبقى معكم في اللايف هنا عملية مراقبة الأنني باش ندوز نحاول ما تزب فين هو؟ يوسف بغيت انني باش
ندخلوا نبقى ما نوقفش اللايف، ولكن للاسف الشديد انها يا عندي هنا في هذا التليفون وما ما خصيتش انني نوقف معكم اللايف. اعتذر جدا والله العظيم اعتذر، لان عهدتكم شنو